انعقدت صباح اليوم الأربعاء 27 من أكتوبر الجاري أشغال الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس الجماعي لأكادير بقاعة إبراهيم الرضي. هذا وتمت خلال هذه الدورة الاستثنائية التي ترأسها مصطفى بودرقة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير تمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس. وقال بودرقة أن المجلس عرف اعتماد مقاربة تشاركية منذ البدء، حيث تمت مناقشة النظام الداخلي مع جميع الفاعلين السياسيين وأعضاء المكتب كما يوضح في التصريح التالي. كانت مقاربة تشاركية منذ البدء، لأنه النظام الداخلي تم المناقشة ديالته قبل هذه الدورة وتم إشراك جميع الفاعلين السياسيين جميع أعضاء المكتب. دونك الامور دازت بسلام. الساكنه الاكادير عندها انتظارات كثيره. المجلس هو بدات كياخذ بزمام امور الالمام بالقضايا، الالمام بالمشاكل، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. وتجدر الاشاره الى ان هذه الدوره عرفت حضور اغلبيه الاعضاء والمستشارين، حيث شهدت نوعا من النقاش الهادف كما يوضح خالد القيدي كاتب المجلس. اليوم انعقدت الدورة الاستثنائية لتعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير. الحمد لله انعقدت في ظروف طيبة، أغلبية ديال الأعضاء المستشارين راه حضروا. كان واحد النقاش الحمد لله اللي هو هادف، ولكن اللي ساهم فيه أننا نجحوا في هاد الامتحان الصغير اليوم هو أنه المكتب المجلس عقد واحد المجموعة ديال اللقاءات التشاورية، فيها واحد الاجتماع مهم اللي كانوا حضروا فيه أغلب وكلاء اللوائح ديال اللي كاينين الممثلين داخل المجلس، وكانوا فيها أغلبية قانونيين محامين، الناس اللي عندهم خبرة، واشتغلنا على القانون في الجميع، في الجمل، في التركيبات، في مسائل اللي هي التعديلات. ثم بعد ذلك رسلنا لجميع الأعضاء 61، وحتى هما عطاونا واحد العدد فيهم ملاحظات ديالهم، وتم الإدماج ديالها وتم الاقتراح ديالها داخل الدورة. وبالتالي الحمد لله الأجواء كانت طيبة، كان فيها الاحترام، كان فيها التقدير، كان فيها التفاعل الإيجابي، كانت فيها أفكار مهمة اقترحوا أغلبية الأعضاء وتم المصادقة عليها. وبالتالي احنا ما يمكن إلا نحييو هذا الروح وهذا التفاعل ديال جميع المستشارين من جميع الهيئات، لأن اليوم احنا كنقولوا احنا كلنا 61 المواطنين صوتوا علينا باش نكونوا في الخدمة ديالهم، وما نأديو إلا داكشي اللي احنا حطونا عليه من أجله هنا، بغض النظر على التلاوين وعلى الانتماءات السياسية. الحمد لله أن الناس يسألون جدا عن الرئيس، وهذا شيء إيجابي وحنا كنعتزوا به وكنفتخروا أن المواطنين يسألون دائما على الرئيس. ولكن بغينا نأكد واحد النقطة، أن السيد الرئيس راه دائما راه كان هنا ديجا مجدار ودار اجتماعات هنا. ثانيا الرئيس يتتبع بشكل يومي وبشكل دقيق عن طريق فرق عمل اللي كتشتغل والمكتب ديال المجلس اللي كتعطيه جميع النقاط ويتتبع كل التفاصيل ديال المدينه. وحنا ملي غادي نديروا ان شاء الله بوان دو بريس باش نعرضوا هاد النقاط اللي كيشتغل عليها السيد الرئيس والمكتب ديالو جميعا، يعني الموظفين اللي كيشتغلوا دابا على الارض، غادي تشوفوا على انه راه داكشي راه تم بالتوجيهات ديالو، بالتتبع ديالو، بالدعم ديالو. المسألة ديال عدم الحضور ديال اليوم لأن مرتبط بمهام وطنية كبرى، جميع المواطنين عارفين فين كان هاد الثلاث أيام هادي، وبالتالي هو غائب بعذر بحاله بحال واحد ستة ولا سبعة ديال الأعضاء ديال المجلس اللي غائبون بعذر. ولكن أنا اللي نأكد أنه غادي يجي عن قريب، وراه غادي يتبعوا هاد الشيء، وغادي تشوفوا لي زاكسيون اللي غايدير، وغادي تشوفوا المبادرات والعمل الميداني اللي غادي يكون في الأرض رغم الثقل ديال المسؤولية الوطنية اللي كاينة عنده. وتحدث محمد قرنان عضو المجلس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن أول نقطة يجب المصادقة عليها هي النظام الداخلي للمجلس الذي يؤطر وينظم تسيير دورات المجلس خلال الست سنوات المقبلة. النقطة اللي تداول فيها المجلس الجماعي ديال أكادير اليوم في هذه الدورة الأولى ديالو الاستثنائية كما قلت هي هو النظام الداخلي، لأن أول وثيقة اللي خص المجلس يصدق عليها بعد ما يعني بعد الانتخابات هي المسألة ديال النظام الداخلي اللي كيأطر وكينظم تسيير ديال دورات المجلس خلال الست سنوات المقبلة. ما وقع من يعني بعد المسائل في اثناء يعني المناقشه ديال هذا المشروع ديال النظام الداخلي هي مسائل عاديه بين اغلبيه ومعارضه، ولكن النقاش كان ايجابي، وكما شفتوا انه راه المجلس ولا الاغلبيه راه تبنات واحد العدد ديال المقترحات اللي تقترحت من طرف المعارضه، لان الهم ديالنا الكبير هو خدمه الساكنه وخدمه هذه المدينه.